مرحبا دكتور. أهلين أنسة وداد. آسف تفضل دكتور، بس بدي تسألي عن الدواء الأول وبدي الدواء الثاني والثالث. إيه هذا موجود وهذا موجود وهذا المساء بيكون عندك. لا دكتور أنا ما بدي إياه هلا، وشي بدك تسألي عن سعره. خلص دقي لي المساء برد لك خبر. طيب قد ايه بتري؟ خلص بعدين بتحاسبي مو هلا. لا ما عليك. 1700. شكراً. تفضل. شكراً دكتور. كأنه بشرتك متحسنة ما؟ إيه أحسن ما؟ منيح. شكراً. مع طيب. بعيون جريئة مرحبا دكتور. أهلين أنسة وداد. هلا. بس أنا متعال لازم أخبرك، مبارح بس ما قدرت انشغلت. لك من مبارح جاهز. تفضلي. لا دكتور أنا قلت لك إنه ما تجيبه، بدي بس أسأل عن سعره. هلا هذا الدواء بالذات سألت الموزع طلع فيه عنده عينات مجانية، والعينات غير مخصصة للبيع، يعني ببلاش. لا دكتور هيك ما بصير. يعني أحكي لك مع الموزع يعني لتصدي؟ فتفضل مع فايل. شكرا كثير دكتور. أهلين أستاذ. بلكي المسا مش نمرق مشعل الإبرة. إيه ناطرك، يعني ناطركم. شكرا. العفو. وآسفة شكلي جيت وأنت بدك تطلع. لا 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 بالعكس، إلا تلت ساعة فتحت. شكرا. ميلاد انت وين؟ ايه يا رام بالشغل. طيب يلا خليني اشوفك. كتير مركز انا، قل لي اذا في شي ضروري بيجي. ايه لا إيه على الحديقة. ايه يلا جاي باي باي باي. شباك مالل شوي هيك بيكون شكله للمالة؟ هو في شكل محدد للمالة ولا ما بعرفه؟ ما بعرف بس أكيد مو هيك شكله للمالة. شوية مشاكل بالشغل توزيع يعني في شي خطير؟ في شي بيخوف؟ لك لا ما في شي بيخوف. شو بك تتلبك فوراً؟ ميلاد شو بك؟ ما في شي يعني ما في شي. لك لو في شي كنت قلت لك. ما في شي. احكي لي انت شو اخبارك؟ والله يا ابو الريم شكلي عشقان. نفسها؟ بس كانه هي كمان عم تستلطفني. ايه منيح. شو ايه منيح؟ منيح انه مستلطفتك. ليه عم بتقولها وكانه مستغرب انه حدا استلطفني يعني؟ لا والله العظيم ما هيك كان قصدي. لك عم لك ما قصدي. فرطها ميلادو فرطها خلاص. احكي لي انت. هات
أوف. ما بعرف، حاس حالي منفصل. الشغلات اللي عم بعملها وعم استمتع فيها صارت عم تتعبني. ما بعرف، يمكن بس اليوم هيك احساسي، بجوز بكره بتغير. عم اعرف اتوازن وعم اعرف مين انا. وهداك انا بده ياني اطلع برات البلد. عم بينق بينق بينق، مو عرفان انا بشو غرقان. وانا الحقيقه اشتقت له. ما بعرف، هيك اليوم غريب شوي، نوستالجي. كيفو ادم، شو اخبارك؟ منيح منيح منيح. لقى شغل جديد وعم يلاقي حياته الجديده. رجع يرسم. من وين بده يلاقي حيطانه هناك؟ لا تخاف عليه، بدبر حاله. ايه، وما ارتبط، ما حب، مو مع حدا يعني؟ عبد الحليم، انت شو قصتك اليوم مع الحب؟ شو بقى؟ ايه ما بعرف، بس لما هيك البني ادم بيكون مرتبط بيكون كل شيء واضح قدامه، طريقه مبين، عارف لوين رايح. اذا استلطفتك وحده وصرت تعطي حكم بالحب والشراكه، منيح ما تجوزت. وانت مو ناوي بقى؟ انا جوعان، جوعان كثير. قوم نروح ناكل يلا. في عندي شغل ضروري بالصيدليه. ما عرفتك على فكره. قوم قوم، ما في شغل. الطلبيه التغيت. العمى ليه؟ شو صاير؟ ما جا عبالي احكي بالشغل. شريف امانك امانك. مثل عادة ها؟ ايه. ليه ما عم تاكل؟ لا انا شبعت. تقوم تروح؟ لا لا، كمل 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 اكلك. الو. ايه يا رام، بدي اشوفك. يلا عندي مشوار بخلصه ومنتشاور. بدي راي عند وداد، بدي اعطي لامه ابره. وداد ما غيرها؟ ايه نفسها. ماشي يلا، خلص شغلك وحاكيني. يلا باي. شوفيني هيك، انا بزماناتي كان عندي احلى ورشه جرابات، الوان اشكال الوان على كيفك. سيره قومي على احمر. شفتي كيف؟ مرحبا. اهلا. كيفك وداد؟ كيفك؟ تفضل. سلامتك خاله ان شاء الله. الله يسلمك يا ابني. والله ممكن تسكري الباب لو سمحتي. ليه عم تسكري الباب؟ مالك شايف الدكتور جوا؟ هو اللي قال اطلع لبرا. ما عندنا حريم تقعد لحالها مع رجال. عرف صوتها، احب عليك اطلع لبرا. مالي طالع. عم قلك اطلع لبرا امير. مالي طالع. لأمتى بدنا نضل واقفين هيك؟ لتهدى الأمور شوي، نرجع نلاقي طرق. ما مشي حالها آخر طلبية يعني؟ كان في شوية مشاكل، أنت شايف إنه الوقت والمكان كتير مناسبين يعني إنه نحكي بهي المواضيع؟ بتعرف؟ عم بحس حالي أدمنت على الشغل يا زلمة.
ما عم بحب إلا إني يكون بالمحطة. ميلاد ليك وين نحن؟ شو بقى؟ بتعزف بس بالعموم عم بعبي وقتي. بشو؟ بالبيت شوي، بالصيدلية شوي، تركيب المادة جديدة. احكيلي احكيلي عن بنت الجديدة اللي أكل راسك. جديدة؟ ليه كان في قديمة لتكون جديدة يعني؟ احكيلي عنها. عم بحس حالي اني منجذب لها، عم بتفاعل معها. بشرفي انت غريب يا زلمه، كل شيء بتلاقيه تفاعلات وكيمياء. كل شيء بالحياه كيمياء معلم، كل شيء. شو بتحس يعني؟ ما بعرف يعني، بس لشوفها هيك بحس انه جسمي عم بيأفرز هرمونات خوف على لبكة على سعادة، فما عرفت شو سميه الشعور، ام سميته حب. تعرف انه انا عم بصير معي شي بيشبه؟ الله حيو، عم تتفاعل يا عرب؟ لك مو لهالدرجة حابب؟ مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. بتتذكر البنتين اللي شفناهم بالمطعم؟ ها؟ اي واحدة منهم؟ اي واحدة منهم؟ اي واحدة منهم؟ خلص انسى ولا واحدة منهم. ماشي ماشي، ما عاد احكي لك شيء بعمري بالمناسبة. اساسا ما بدي اياك تحكي لي، لانه انا ما بفهم انت هي المشاعر تبع كلها كيمياء وانابيب وبوتقة. بوتقة؟ مالي بها القصص كلها. في شيء؟ لا ما في شيء. تعال فوت للموبايل.